أكثر من مليون شخص في العالم يلاقون حتفه في حوادث السير، ويصاب بسببها 50 مليون شخص سنوياً. هذه الأرقام المخيفة تجعلنا نتساءل كيف يمكن أن نقلل نسب الإصابة في الحوادث؟ ذلك يحدث عند الالتزام بسرعة المحددة وقواعد المرور، ومن أهم المساعدات على ذلك حزام الأمان. فحزام الأمان يقلل احتمالية الوفاة والإصابات في الحادث المروري بنسبة تصل إلى 70%. آلية عمل حزام الأمان هي تطبيق لقانون نيوتن القائل بأن الجسم الساكن يبقى ساكناً والجسم المتحرك يبقى متحركاً ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تغير من الحالة أو مقدار السرعة. وحين يحدث اصطدام لا قدر الله، تستمر أجساد الركاب بالحركة بسبب مبدأ القصور الذاتي. وهنا يأتي دور الحزام في تثبيت السائق والركاب في مقاعدهم ومنع اصطدامهم بأجزاء المركبة الداخلية أو في بعضهم البعض، وكذلك يمنع قذفهم خارجها. هنالك خطوات يجب اتباعها عند لبس الحزام. أولاً، يجب الجلوس بشكل صحيح، ثم التأكد من أن يكون الحزام مشدوداً على الكتف وأن يكون مشدوداً على منطقة الحوض وليس البطن. بعد ربط الحزام يجب التأكد من أنه ليس ملتوياً. عدم ربط الحزام بالطريقة الصحيحة يمنعه من أداء مهمته بالشكل الصحيح وحماية الراكب. الالتزام بالأنظمة طريقة للحفاظ على حياتنا وحياة الآخرين. في رعاية الله.